مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التطبيع المغربي مع إسرائيل معنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد هاني المصري عبر سكايب. أهلا بك سيد هاني. سيد هاني، يعني كيف استقبل الفلسطينيون خبر التطبيع ما بين المغرب وإسرائيل؟ استقبل الفلسطينيون الخبر بانزعاج شديد، لأن المغرب ترتبط بعلاقات جيدة جدا مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية، وترأس لجنة القدس، وليست هي في وضع الملح لكي تقيم علاقات مع إسرائيل، لأن هذا سيقوي إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين وسيزكي يعني سياسة اليمين الأكثر تطرفا في إسرائيل، الذي كان يقول دائما أنه يمكن أن يكون هناك سلام مع العرب بدون أن تتنازل إسرائيل وتحقق يعني الحقوق الفلسطينية. الآن اليمين الإسرائيلي والممثل بالحكومة الإسرائيلية في حالة زهو وانتصار، لأن منطقه يتعزز مع انضمام دول عربية جديدة بدون حتى يعني أن يكون أي بادرة من إسرائيل، بل بالعكس إسرائيل الآن أكثر تطرفا، أكثر عدوانية، أكثر عنصرية، تمضي في تطبيق مخططات الاستعمار الاستيطاني، هناك ضم زاحف، هناك إجراءات يومية تغير الحقائق على الأرض لتجعل الحل الإسرائيلي وإقامة إسرائيل الكبرى هو الحل الوحيد الممكن والمطروح عمليا، وهذا أيضا يتناقض مع حقيقة أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، وإنما هي زرعت في هذه المنطقة لإبقاء المنطقة العربية أسيرة التخلف والتبعية والجهل، وحتى تبقى في حالة تجزئة. ولذلك لاحظنا الدور الإسرائيلي يعني في دعم كل الحركات الانفصالية وفي بث الفتن في ليس فقط في المنطقة العربية وإنما في العالم كله. أعتقد أن يعني المغرب مطالبة بمراجعة موقفها، وأنها ستحصد الفشل حتى على صعيد المصالح المغربية، لأن إسرائيل لا تعطي من تحالفه، وأكبر دليل ما جرى في مصر والأردن، حيث وعد يعني الأردن ووعدت مصر بأنها ستكون يعني أرض مزدهرة واقتصاد قوي وسنغافورة في منطقتنا، ما حدث عكس ذلك تماما، وبالتالي لن يحدث للمغرب أفضل مما حدث للبلدان العربية الأخرى، وإن غدا لناظره قريب. سيد هاني، يعني بخصوص وسائل الإعلام الفلسطينية، يعني تجاهلت يعني الاتصال الهاتفي ما بين العاهل المغربي والرئيس محمود عباس، يعني كيف نفسر ذلك؟ يعني بعد ردة الفعل التي أنت تحدثت عنها في فلسطين، أعتقد أن هناك موقف صمت القبور اتخذته يعني القيادة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية، وهذا الأمر يعني غريب ومريب، لأن يعني هذا الموقف يمثل ضربة للفلسطينيين. يعني صحيح أننا يجب أن نحافظ على علاقاتنا مع الدول العربية ومع الشعوب العربية، ولكن هذا ليس على حساب مصالحنا وحقوقنا، وحتى ليس على حساب علاقتنا مع الشعوب العربية. فالشعوب العربية كما تدل كل المؤشرات بما فيها استطلاعات أخيرة في غالبيتها ضد التطبيع مع إسرائيل، وضد أكثر التحالف مع إسرائيل، لأن هذا التحالف سيؤدي إلى زعزعة أكثر للاستقرار والأمن، وسيؤدي إلى توترات وإلى حروب سيدفع ثمنها شعوب المنطقة وبلدان المنطقة أكثر من أي طرف آخر. نعم، القيادة الفلسطينية يبدو موقفها غير مفهوم على الإطلاق. في السابق عندما قامت الإمارات بخطوة مماثلة اعتبرت هذه خطوة خيانية وطعنة في الظهر وسحب السفير، الآن أعيد السفراء الذين سبق سحبهم وإعادة السلطة علاقاتها مع إسرائيل والتنسيق الأمني. لذلك يعني هذا موقف يضعفها ويشجع الأطراف والدول العربية التي تريد التطبيع أكثر، في حين أننا يجب أن نتمسك بموقفنا وبدون مبالغات، بدون استعداء، لأن هذا الأمر ليس من مصلحتنا على الإطلاق. نعم سيد هاني، قبل قليل تحدثت أنت عن لجنة فلسطين، يعني ما مصير هذه اللجنة، لجنة القدس عفوا، التي يترأسها العاهل المغربي؟ لا يجب أن نعتبر أن الخطوة المغربية خطوة نهائية، ولا يجب أن ننفض يدنا من المغرب ولا من الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع إسرائيل. لاحظنا كيف الأردن أقام معاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن الأردن
لا يزال يعني ضد التطبيع، ولم يحدث تطبيع، ولا يزال الأردن يدافع عن الحقوق الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، وكذلك مصر. يعني يجب أن نميز بين ضرورة رفض هذه الخطوات وبنفس الوقت استمرار العلاقات واستمرار العمل لإقناع الدول بأن هذا يضر في القضية الفلسطينية ويضر في بلدانهم أيضا. طب بخصوص يعني هل من توقعات لانضمام دول عربية يعني قبل انتهاء فترة الرئيس ترامب لركب التطبيع؟ طبعا يعني للأسف هناك مؤشرات ومعلومات أن دول أخرى يمكن أن تنضم، خاصة عمان وربما غيرها، وبالتالي يجب أن نستعد لكل الاحتمالات. السعودية يبدو أنها لن تكون يعني صاحبة هذه الخطوة في القريب العاجل، ولكن هناك شغل أمريكي وإسرائيلي مكثف وحثيث، بحيث لا يكاد يمر يوم بدون أن نسمع تصريحات ومحاولات أمريكية وإسرائيلية تحث السعودية على يعني خطوة مماثلة، لأن وزن السعودية كبير، وبالتالي إذا قامت بهذه الخطوة سيكون له تأثير أكبر بالتأكيد من البلدان الأخرى. نعم، إذن رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد هاني المصري، شكرا جزيلا لك.